أختم معك الدكتور أمين سعدي. أتى الدكتور نهري على ذكر الدولة الاجتماعية، أي دور الميثاق كذلك في ترسيخ هذا الورش الكبير؟ في دقيقتين أرجوك دكتور إذا سمحت. أكيد أنه عندما نتحدث اليوم على الدولة الاجتماعية فالميثاق هو يحاول أن يلتزم بالأجندة المتعلقة بالتدابير الاجتماعية. هناك جدولة زمنية نجدها في البرنامج الحكومي، وهي مستمدة من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي صدر أبريل من سنة 2020. لذلك سنجد أن هذا الميثاق هو يؤسس أربع هيئات أساسية كبرى. هناك هيئة الرئاسة التي يرأسها رئيس الحكومة، هناك هيئة مجلسي البرلمان، هناك هيئة مجلس النواب، وهيئة مجلس المستشارين. وهذه الهيئات أيضا تجتمع مع الفرق البرلمانية المجددة للأغلبية الحكومية، وكذلك تجتمع مع رؤساء الجهات. لذلك فهذا كل هذه المحاور المتعلقة بهذه الهياكل هي تحاول أن تنضبط للأجال الزمنية المتعلقة بتفعيل التوجهات الاجتماعية، منها أنها 22 مليون مغربي سيستفيدون من التغطية الإجبارية الإلزامية، منها توسيع أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين مستفيد جديد، بالإضافة إلى التعويض على فقدان الشغل. لذلك حينما سنجد أن هذا الميثاق يتحدث نعم تفضل أكمل جملتك أرجوك حان وقت طبعا حينما نجد أن هذا الميثاق يتحدث مثلا عن أنه في حالة وجود تناقضات ينبغي الاحتكام إلى هيئة الرئاسة، فمثل هذه المضامين هي ستحاول أن تنهي هذه التناقضات وتجعل الحكومة منكبة على تفعيل الأجندة الزمنية.